أكد الرئيس السيسي التزام الدولة بتنفيذ كل توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي أنه سيتلقى تقريرا كل 3 أشهر بما تم إنجازه من هذه التوصيات. في البداية كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى احنا ملتزمين ان احنا نعمله. منصة صحيح. احنا ملتزمين احنا نعمله لان احنا ما عملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت، نستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الاخر خلاص. لا، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدولة وكحكومة ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومة وهي بتقول ده قابلت مشاكل، اكيد هتقابل. لابد يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع ان تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر. ليه؟ عشان واحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديت قابلتنا مشكلة نتكلم فيها.